call me a god. بوكيت كاندي تحت 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 آخر واحدة بوكيت كاندي كاندي المنسي هذا وين بوكيت كاندي موجودة بوكيت كاندي قريتها بوكيت هنا هذه لا قريتها بوكيت كاندي متأكد في مكان رحت له قبل كذا بعد شكله ننتظر الناس هذا اللي تسوي موقع خاص لوكان جنوب غرب بوكيت كاندي هين بوكيت كاندي هنا المفروض تأكد انه مر علي الاسم بوكيت كاندي مضيق موسن برق حراسة تبقى دقيقة ما علي بنرجع لها مشكلة انك خلاص من تبدأ تلعب هذه التجارة يكون عندك هدف ثاني وصلنا أربعة قائمة صدار الأسبوعية 43,000 ليفلنا بس قائمة صدارة الموسم بعيدين نشوف المهام كم باقي عشر ثانية ننتظر في هذه القائمة ونشوف وش نقدر ناخذ للحين عندي ثنتين هنا بس بقيت ثلاث الكوب موجودة الكوب موجودة ودخلنا فيها عشان ما ننافس حد أوفلاين والجائزة سيترانا فوين سيترانا تكون لباستيد حسن دوليس سانت أملي فون جير جيرناد باليسيد سيترانا هذه فبيكون عندنا ثلاث في نفس المكان بقي لنا ثنتين خلينا نسوي نجول وهنا 13 دقيقة للتمويل 21 دقيقة للتمويل لحد ما نخلص هذه المهمة بتكون هذه جاهزة فنشوف سافر فاست ترافل هنا ونشوف هذا المهمة اتمنى انه حد يجي معاي يساعدني لانهم بيمشوا في الامواج وهناك بتكون شوية صعب انك تقتلهم في الربع ساعة المتاحة لنا بس حلو هنا بس عندنا الحين كأنه هذا دخل معي دارك كارما اللي عرفوا انه معظم السيرفرات الثانية اوكي دخل معانا هذا بيج اكالي حلو يبقى بعد شخص صغيرة يساعدنا اللي عرفوا انه في السيرفرات الثانية المهام الكو اوب تمتلي مباشرة حتى يعني ما تقدر تنتظر دقيقتين وانا في هذا السيرفر مهمتين خلصتهم وحدي لا الأولى كان حد معي بس خلص الوقت لأنه دخل في آخر لحظة والثانية خلصها وحدي والثالثة الحين اثنين بس داخلين
نسيت رانا ليفل 2 مشتركين شخصين. خلصا عن القنابل الهاون فيحتاج اني اروح اشتري بعد زيادة. هل دخل غيره؟ بس بيج اكالي يريد يهجمني ولا ايش هذا؟ ضرب باقي الوقت دقيقتين اتوقع نقدر نسيطر عليها و طلع توربيد والله بعده يريد يتهاجم عمودية والله ننهي بهذا ننهي خلاص باقي دقيقة ونص وين صاحبنا راح كان في هذا الاتجاه كان موجود جنبي هذا بعيد وش تسوي هناك وش يسوي هنا على بعد 9000 والحرب الحين بتبدأ يريد يسوي فاست ترافل ولا وش مشكلته هذا او بادي مهمة وما قادر ينتقل بخلصها وحدي النهاية شوف هذا ما داخل فيها ولا حد اوف لاين وهذه داخل فيها شخص واحد وهذا احلى وحدة يعني لانها جنب المقر فكان افضل لو داخل في هذا انا بس خلاص ما عليه دام عندك اوكي هذا سوى فاست ترافل اخيرا ووصل قريب من المكان قبل بداية الحرب بعشرين ثانية ناخذ لنا بف في حاجة تخلص قريب اتوقع وش يعطينا بف زيادة هذا سبعة ما راح تخلص لكن زينة بدأت عملية السرقة وعندنا إسبيرونس دون كلوتير اسم السفينة أو القبطان في السفينة فورست بلاد إصابة 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 كلهم إصابة كده احنا في البحر عاد ما قادر اشوف شيء بس كده اضرب اهم شيء لما نروح نسيطر على السفينة هذه اللي فيها الف ذهبي وننتبه من وين صاحبنا؟ وين صاحبنا وين؟
بس I can hear you sipping your reading from here. نضرب التربيدات. نضرب هذي. أوكي. جاي موجة. جاي موجة ما قادر أشوفها منها. أو تجاوزناها يمكن. ثلث الطاقة نحن نخلصها مباشرة قبل نخلص تعال بعد 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 ما قادر أسيطر سبب الـ sensitivity ست دقائق مرنا طيبة نهرب عندنا 10 دقائق للتوصيل و 5000 المسافة مستخدم الحل هذا أسرع وهذا ما حد حتى خلصه أقرب واحدة من المقر الرئيسي هذيك أفضل واحدة إنك تخلصها بس يمكن يكون الناس اللي في السيرفر موجودين أوريدي خلصوها الحين نريح عكسنا خلينا أريد أحصل حل هذا عديل رقم 4 نحط لنا علي هجم علينا ولا صاحبنا بنطلق معنا في موجة جاية لازم نحاول نتجنبها لأنها تدمر سفينة من أول باب نشوف صاحبنا مشى عنها أوكي ناكل شوية ولا بعد ما نقدر ناكل بعد يكون داون الحين نقدر ناكل خلصنا الدوريان اوريدي وش هذا يسوي؟ هذا دخل معانا؟ لا مستحيل دخل معانا سفينته اسرع منا هذه سرعتها 18 اللي هي السفينة الأخيرة أتوقع منطلقة سريع نحتاج اللي سفينة سريعة كذا بيج أكالي
وصلنا سنتين. خلص الوجبات، خلصت عنا، نشوف وجبة ثانية. لحم المونستر، لحم الوحش الأعماق. بس ما أحتاج إني أستخدمها الحين عادي لأننا واصلين أوريدي. بقيت 7 دقائق. قلت أريد أسوي حاجة قبل أن أطلع، ما قلت أريد أي شيء. أظن ما خلاص، هذا نهاية المقطع. أتمنى أن أعجبكم. لا تنسوا تضغطوا لايك، تسوي سبسكرايب، وتنشروا مع أصدقائكم اللي يهتموا باللعبة. ونشوفكم في فيديو آخر، نشوفكم في بث آخر، والسلام.